السلام عليكم، معكم رايدن 5 فور 2. اليوم جبت لكم لعبة داينو كرايسيس. طبعا من اللعبة هذه من الجيل التسعينات، اللي لحق على بلاي ستيشن 1 يعرف اللعبة هذه، اما جيل 2000 ممكن لحق عليه، واللي فوق اللي فوقها لا مع الاسلام. فمراد، انا من عشاق لعبة داينو كرايسيس. لعبة لها كذا اجزاء، اتوقع يمكن خمسة اجزاء اتوقع، بس انا افضل اللي لعبت اني اول جزئين اللي كانوا على البلاي ستيشن. الجزء الثاني ها يعني مو ذاك الزود، بس الاول انا عندي اوكي. والله سنكم هذا واحد مطور اسمه ستيفن، بتشوف اسمه فوق مطور، فهو سوى نفس اللعبة زين، بس انه على نمط ريميك اسمه سوى ريزنت ايفل 2 كلاسيك، عقب سوى ريميك، وهذا مشروع هو مسويه رياته شغال عليه بروحه، اتوقع انه بروحه. فلو ترسلوا له دعم بحيث انه يطور ويعدل في اللعبة يكون أحسن وأحسن، لأن صراحة اللعبة هذه من شركة كابكوم زين، وننطر اللعبة هذه من زمان. يعني أنا صراحة شخصيا أنطر اللعبة هذه من زمان، يعني تم إعلان عن اللعبة، سووا لها ريميك أو إنه شغالين على اللعبة، لحد الآن ما شفنا ولا شيء. لكن جزاه الله خير هذا الرجال، سوى اشتغل على نفسه وسوى لنا هاي تجريبية على فكرة، يعني مو بإنه رسمي، تجريبي يعني. فلا تنسون نبدأ. تعالي شوي.
اوكي كنترولز. I don't know. Damn. Something happened to Gale. What was that thing? I have to meet Tom. He should be around here. Something happened. Dinosaur, Kella. Something happened. Kella, dinosaur, get down. Is it? Just gonna tap it. I don't control this way. I'm just gonna tap it. I'll have to keep all the hand. High sprint, any hand? High sprint? لا بس يعني كبداية يعني. تخيلوا لو اللعبة الرسم زلت ربطكم اوكي يعني اوكي 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 وانا ضغط ايه من ساعه اقول ليش ما يمسك من هذه طاير انا 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 اوكي لو بتلاحظون نفس صوت الايتم لما تاخذه دقيقه نفس صوت الايتم الايقونات حق رسمة ايفل 6 اذا حد لعب لعبه البداية عشان يلا اف you found a door key card حلو لازم نطلع فوق يلا طبعا لما كابكم تشتغل على اللعبة بيكون اللعبة يعني احسن وايد من هالشكل طبعا وين الدري؟ في دري يعني وينه؟ اوكي اوكي تمام انا بعرف وين عندي البوم ايتم ما بعرف شنو عندي في الانفنتوري يعني شنو كم طاقة عندي ولا خلنا نسرب you
انا في دري. لا لا ولا في دري. مسكر طبعا طبعا مسكر. مو انا بس ابغى انتحر بس هيك. هلا والله. Prototype has been tested above the okay, but there was a voltage spike. Power unit went. So what? Look at operation. Gun is running now. I must prototype experiment before they buy me. Again, how's it got to still be still? Hello. عم بتخضي الباب بعدين بجي بتخلى نازل نستكشف شوي الاماكن. عرفت شلون؟ كلها ملعب اللعبة أول مرة على الاستشهاد طبعا بعد لعبة لها إشرار تبطل في كود تبطل يعني نفس نظام بزنت ايفل. بصراحة كانت مناصة يعني الفكرة كانت جديدة يعني تقدر تواجه زومبي بين صلات. Door is locked by password. عاوزين password.
هذا الجهاز شغل شيء. مرة ما يبغى نبدأ الحين لا اللي صار والله حلو الفكرة انك تقعد تتسلل يعني. ما خلص blood everywhere. I think those creatures have made a massacre in here. ما خلص تشتبك مع الديناصور. دور عليهم لا في مراحل تضطر انك لازم تتسلل يعني. حلو الفكرة يعني. وين اروح؟ هاني اوكي. بس ليش هني الرابتر يعني الديناصور هذا الرابتر هني اصغر من كلاسيك كلاسيك كان عود خليك هناك خليك هناك لو سمحت كان غلط لا
اوكي شباب، انا احب اوقف هني. بكمل في الحلقه الجايه ان شاء الله. اذا عندك ما يسال عن اللعبه خليك في الكومنتات، بحط لكم الرابط وين تنزل اللعبه على اي موقع. عليك بس تسوي داونلود وبيطلع لك. طبعا في دعم انك تقدر تدفع حق ريد شارك، نكمل نشوف مره مستلم اللعبه داهم فيه كدعم، او اذا ما بغيت بس تنزل عادي. بخليك يلا ان شاء الله في الصندوق تحت في الديسكربشن. كان معكم رايدن 502، الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام. What they doing, keep on going.